بسم الله الرحمن الرحيم. شركة عرب جروب مهندس مثلا دواجن، لو بتتابعونا من على اليوتيوب يا ريت تشتركوا معانا في القناه وتفعلوا زر الجرس وتعملوا لايك وشير للفيديو، ولو شفت الفيديو على الفيس ادخلوا على اليوتيوب واشتركوا معانا في قناه عرب جروب. هتكلم النهارده على الشباك اللي طبعا ده الشباك فيه منه مقاسات كتيره، ده مقاسه 25 او 23 بالظبط، في طول كده 120 سم. طبعا الشباك زي ما احنا شايفين اهو، طبعا ده شغل المزارع الحديثه، تمام. الشباك ده مستورد، ده الشباك. طبعا الشباك ده بيتركب بونش واير، بحيث ان احنا كل الشبابيك الونش لما بنرفع او بننزل بيفتح الشباك، الواير طبعا بيعدي من هنا بيطلع الشباك وينزل الشباك. ده شكل الشباك اهو، ده الشباك اهو، شباك ريلت ناس كتير سألت عليه، فانا عملت فيديو ليه، وفي منه مقاسات وفي منه بلاستيك برضو. انا يعني هنزل لكم فيديوهات للانواع المختلفه الموجوده من الشباك ريلت. ده شباك اللي هو المستورد، وممكن نعمله عموله بالمقاس اللي انتوا عاوزينه، يعني بنعمل منه بالمقاس اللي انتوا عاوزينه. شركه عرب جروب، معدات مزارع الدواجن.